بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن الله الصادق الأمين. أما بعد، حابب أن أطرح موضوع اليوم وأتكلم بموضوع صراحة مهم بالنسبة لأبناء الجالية المغتربين في أمريكا، وموضوع مؤرق بصراحة. شوفوا معي، قميص وبنطلون أجمل ما يكون، يعني هذا أخذتهم اليوم، لم يكلفني سعرهم هذا حتى 35 دولار، ويعني جودة وماركة كويسة، يعني شفت كيف؟ طيب، 35 دولار هذه أي ما يقارب سعر نص كيس من ال، أنتم عارفين الموضوع، يعني ماشيش نذكر الاسم عشان ما حد يعمل لنا مشاكل. طيب، هذه اللبس اللي بلبسه خذته أنا أقل حاجة على مستوى الحاذنة من المجعوث، يعني يجعثوه بلبسه سنة. أما إذا أنت من اللبسين الأنيقين بيظل معك دار كله، حدث بلا حرج. طيب، 35 دولار أقدر ألبسها أشتري فيها بكل أسبوع طقم من هذه الأطقم، إذا لم يكن كل يوم يعني، أو ألبس محتاج، إذا مشيش نقول أصدق، بس إنه بستفيد منها، أقدر أستفيد منها بشكل من الأشكال يعني، وأعمل فيها طقم جديد كل أسبوع أو كل يوم. تخيل يعني بينتهي السنة وأنت معك يعني معرض ملابس. العموم، هذا نص القرطاس اللي بتكلم عنه. طبعا سعر القاتل الجديد المرتفع، سعر القاتل او سعر الموضوع 60 دولار، اي النص ب 30. طبعا 30 ده انت يحترمك المقوته ويعرفك، بقول له 35 دولار. طيب، 35 دولار هذه تكييفة 8 6 سواع، يعني كيف بها الواحد وبالاخير يرجع ايش، ينتف اذغانه ولا ينتف شنبه، سهر وقلق وخسارة وكل حاجة. طيب، طبعا في ناس يخزن، بلا ابتلاهم الله، كانوا يخزنوا غدهم واصل يوميا، هم ورجالهم والنسوان، الكارثة الطامة بتكون عندهم. في ناس اللي يخزن، احنا ناخذ الاقل يعني، على الاقل الاعتبارات، اللي يخزن جمعة وسبت يعني ويكندز. طيب، 30 بالجمعة و30، هذه 60 دولار. 60 دولار في كل اسبوع، اي ما يعادل 240 كل شهر، يعني 240 معدل، يعني 15% من راتب، من الدخل، المستوى متوسط الدخل هنا في أمريكا، يعني 15% يروح لمن، للشجرة هذه أو للموضوع هذا. طيب، 240 دولار، 240 في 12، يعني في 12 شهر بالسنة بيطلع إيش، 2800، أو يعني معدل 3000 دولار بالسنة. 3000 دولار هذه تروح خسارة ليش، للموضوع هذا. بال5 سنوات 14 15 ألف دولار، هذه اللي أنا كمغترب أقل الحالات أرميها بس للموضوع هذا. 15 ألف دولار ب5 سنوات، ضربها في 10 مغتربين، يعني 150 ألف، يعني 150 ألف 5 سنوات. طبعا الخمس سنوات بايش حاجة، لا حيقول لي أوه 5 سنوات، إذا أنا الحين دخلت لنا قال لي 8 سنوات، وأنا حاسس إن أنا جيت أمس، يعني العمر بيمشي زي الريح، وأنا مراعي بكرة بسوي، بكرة بولف، بكرة بقلب، بكرة بجمع. 5 سنوات هذه 10 أشخاص بس، حق الموضوع هذا فقط، حق يومين يعني كم ساعة، 150 ألف دولار. يعني الآن أنا وال10 أصحابي كذا جنبي معنا رأس مال نقدر نفتح فيه أجمل بزنس يعني، أو أجمل مشروع. طيب، ما فيش فايدة يعني، الموضوع إنه الآن في الآونة الأخيرة ارتفع السعر بشكل جنوني، يعني من 30 دولار إلى 60 دولار. طيب، منو المستفيد؟ مرو الخسران. باليمن يقول لك واحد، يقول لك يا اخي في شريحه كبيره تتناول تستفيد من هذا المقود والمقلبي، وصاحب الحائط، صاحب الهيلوك، صاحب الفرايب، صاحب طيب نقول في اليمن في شريحه تستفيد، بس هنا منو المستفيد؟ عبدو علي اللي يبيع، ولا محمد قايد؟ طبعا هذه اسمها وهميه، لا يقول ليش واحد عيب تذكر اسمها، هذه اسمها وهميه. المهم انه كل احنا خسرانين، المقود الصومالي، المورد الصومالي هو المستفيد. لا حد يقول لي هي مؤامرة صهيونية وهم هذول بالعاني دخلوه، وانهم مخططين علينا عشان يشغلونا عشان ما نفكر، لانه فكرنا بصير مشكلة. هذا كلام فاضي، كلام فاضي، ما حد مستفيد، نحن الخسرانين ابناء الجالية، والمشكلة بتتفاقم. يعني لا، 60 دولار صار اغلى من اغلى نوع من انواع المخدرات او الهروين هنا. احنا مش يعني، انا الحين بيجي يقول لك واحد انت تفلسف وانت ده، انا لما اتكلم مش معناته انه انا مصلح اجتماعي، ان انا ما انا طاهر او ملاك، يعني انا اول واحد مضرور وعاني من المشكله هذه، مشكله صعبه صراحه، بس ابتلينا فيها بالغربه هنا. نقول باليمن ظروف الحياه، ظروف ما فيش نشاطات، ما فيش بديل، ما فيش شغل، ما فيش نوادي، ما فيش،
بس هنا ما فيش وقت انك تحك راسك، يعني كل البدائل موجودة. هربنا 7000 ميل من طرف الكرة الأرضية لا طرفها، ونرجع نجيب البلاوي كلهن معانا لهنا، ويصبح مستقبلنا يعني منتهي منتهي. عاد لو كان السعر منخفض، يعني نقول نزوة مثلا، لأنه كل شعب نزوته الخاصة. بس الحين بندمر هنا، يعني مستوى دخل المواطن اليمني هنا، يعني اللي معه تاجر، اللي معه بزنس وتاير ذا، حتى هو برضو منكوب، بس تقول يلا عاد بيمشي. بس اللي ما عندوش مشكلة، لا تقول ليش لا يخزنش. المسألة مسألة إدمان، إذا لم نقف كلنا جميعا يد واحدة لمعالجة هذا الموضوع، هو لن يتوقف ولن ينقطع، ولن لو يوصل للألف. بس هي كارثة فعلا، بدأت آثارها بتبدأ شوية شوية يعني. واللي مستفيدين هذا اللي يبيعوا ويدعموا المورد هذا ويستفيدوا عشان يربح 7 دولار بالكيس ولا حاجة، بطلوا. خلوا الناس تعيش، خلوا الناس تستفيد. والله لا عنولف دولار، ولا على بنرسل دولار، ولا عنطلع عماير ولا شيء. يعني خلونا، الله فتح علينا بالرزق، لا ننكبش انفسنا لهذه البلاد ونضيع امورنا وحقوقنا. ارجو انه التعليقات طبعا بتكون على نحو التالي. اقول لك انت يا اخي ايش دخلك بالايش، مش عارف انت ليش ما تخزن، بطل انت. انا بحاول، انا بحاول ان انا بطل، بس نكون يد واحده ونتعاون وكذا. انا برضو مضطر يعني زيكم، ومضرور من المشكله هذه. المهم شاركونا بالنقاشات، وحاولوا ان احنا نعمل شيء لاجل انفسنا ومستقبل اولادنا. تحياتي وشكرا جزيلا، واذا قصرت سامحونا. شكرا.